إذا كان الحقيقة من حق جمهور الأهلي العظيم أنه يسعد ويفخر بانتمائه للنادي الأهلي نادي القرن، فمن حق أيضا الجمعية العمومية بأعضائها أن تفخر وتباهي أيضا بكونها جزء من هذا الكيان اللي بيقوده مجالس إدارات الحقيقة على مر التاريخ، قدمت القدوة والمثل في كيفية الحفاظ على هذا النادي والارتقاء به ووضعه دايما في مصاف الأندية مش بس المصرية، بالتأكيد العربية والإفريقية والإقليمية وقريبا العالمية بإذن الله. ربما يكون مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب شاهدت فيه مجروحة، لكنه يواجه الآن الحقيقة أو محمل بأحلام وطموحات للأهلوية، أحلام عظام وتحديات أيضا جسام، لأنه هذه المرحلة التاريخية هي مرحلة فارقة في تاريخ الرياضة المصرية وفي تاريخ النادي الأهلي، ما بين الارتقاء بالنادي ووضعه في مصاف الأندية العالمية والحفاظ على قيمه وثوابته في ظل تحديات كبيرة جدا. بالتأكيد لائحة النظام الأساسي اللي احنا بنقول عليها دستور النادي الأهلي، وهذا مشروع وليس اللائحة، هذه مسودة أولى للائحة النظام الأساسي طرحت للمناقشة. ما يجعلك فخور الحقيقة بحالة الحراك اللي بتدور الآن في النادي الأهلي إنه هذا أمر غير مسبوق لم يقدم عليه أي نادي. أعضاء الأهلي تلقفوا هذه النسخة أو مسودتها في شكلها الأولي اللي طرح الحقيقة، والكل أدلى بدلو بند بند أو مادة مادة بكل بنودها، لأنه أحيانا الحقيقة المادة فيها أكثر من بند يسعدك ويدهشك في آن واحد، أنه أعضاء النادي الأهلي بيشاركوا بمقترحاتهم في لجنة مركزية بتستقبل هذه الاقتراحات، بتدرسها بتشوفها مطابقة مع الدستور والقانون والميثاق الأولمبي ولا لأ. لائحة الصياغة برئاسة القانوني والمستشار الكبير محمود فهمي اللي تجتمع بكرة بتعدل بالتوازي، بتطرح على مجلس الإدارة ليقر هذه التعديلات، وبالتالي لائحة النادي الأهلي لا يتم إعدادها في غرف مغلقة، ولكن يتم إعدادها داخل عائلة النادي الأهلي، الكل يشارك، لأنه ليس هناك ما يخفيه مجلس الإدارة ولا إدارة النادي الأهلي، ولكن الأمل والطموح هو إعداد دستور ولائحة نظام أساسي تليق بالنادي الأهلي. إلى أين وصلنا؟ ما هو المستهدف خلال الأيام المقبلة؟ ده اللي هنتعرف عليه حالا في هذا اللقاء، بعد أن أرحب بحضراتكم في لقائنا المعتاد لمناقشة لائحة النظام الأساسي. اليوم معايا شاب واعد عضو مجلس إدارة الحقيقة يشار ليه بكثير من الاهتمام لخلقه ولعمله داخل المجلس، دكتور مهند مجدي، برحب بيه. أهلا وسهلا دكتور مهند. أهلا وسهلا بحضرتك. إيه الأخبار؟ الحمد لله كله تمام. خمس ساعات في اجتماع اللجنة اليوم من واحدة إلى ستة، يعني الكابتن محمود خطيب أفرج عننا الساعة ستة، وهم اعتقد استكملوا بعدنا، يعني هم استكملوا بعدنا. عندك قدره لسه تناقش معايا يعني لمده 40 دقيقه كده بعض بنود اللائحه والاخبار؟ طبعا. ايه احنا على قد التعب والمجهود اللي كان النهارده واللي بقاله مده طويله جدا داخل في شهر، لكن كله يهون عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر الجمعيه العموميه وعشان خاطر دستور النادي الاهلي. ويمكن حضرتك النهارده الكابتن محمود ما انساش كلمته لما قال انا سعيد جدا بالحراك اللي كان حاصل في الاجتماع وقتها مع مختلف الناس اللي كانت موجودة، اللي ناتج عن المقترحات الكبيرة جدا اللي جت من أعضاء النادي الأهلي. فهو قال النهاردة أنه أنا سعيد بأن كان قرارنا كمجلس إدارة بأن احنا نصنع الحالة دي، كان هو اقتنع أنه هو ده كان فعلا الأفضل، مش زي ما ناس كتير كانت بتقول أنه ليه، طب ما ليه اللائحة فيها كلام، طب ليه نسيب فرصة للكلام، ليه القصة دي كلها. فاحنا بنقول احنا تجاوزنا خلاص المرحلة دي، بل بالعكس نبتدينا نحس بمدى إيجابية خطوة أو قرار زي ده نتيجة من ردود الأفعال الغير متوقعة أو المتوقعة. طبعا مفيش حاجة على الجمعية العمومية غريبة، بيبهرنا طبعا بأدائها كل مرة، لكن فعلا التوقعات كانت مبهرة جدا. يعني خلينا نوه بس يا دكتور مجدي، دكتور مهند، أنه ما يعرض على الشاشة الآن هو ورشة عمل للجنة الشؤون العضوية اللي بيرأسها الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة، ومعاه الأستاذ طارق أنديل، وحاضر أنا شايف هو محمد الجرحي مع حفظ الألقاب والزملاء الموظفين في شؤون العضوية والمدير المالي أيضا، لعرض مقترحات السادة الأعضاء
والحقيقه انه الزملاء هم الاكثر احتكاكا باعضاء الجمعيه العموميه طبعا. وبالتالي بتبرز كتير من المشاكل. اقترحوا امور كثيره جدا اللجنه درستها النهارده وبيستكملها الان الحقيقه حد معلوماتي الاستاذ ابراهيم الكفراوي والاستاذ طارق قنديل مع الزملاء المسؤولين عن هذه اللجان علشان تكون المقترحات جاهزه يعرضوها على اللجنه. في المفترض ان الاجتماع بدا بقى الساعه 1، ربما الزملاء لو عندهم صور هيعرضوها برئاسه الكابتن محمود الخطيب وحضور كبير طبعًا. جدا اعضاء مجلس الاداره واعضاء اللجنه. لا هو اسمح لي حضرتك، اللي بيحصل ده هو لاول مره يحصل في النادي ان اللجان اللي بتشكل بتقعد مع جميع شرائح وفئات الناس اللي هي الجمعيه العموميه او كمان العاملين في النادي والموظفين اللي جزء منهم جه برضو اعضاء بالمناسبه، فبالتالي هم اكتر ناس لامسين مدى المشاكل. وده اللي احنا جايين النهارده نتكلم فيه، بنوجه رساله للجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه ان لما في بعض المشاهد او المواضيع اللي بتطرح هتخليك يبقى في بتلتمس العذر لحاجات كتير جدا من اللي بتحصل، لان العمليه معقده جدا والموضوع مش سهل اللي احنا بنتكلم فيه. يمكن ده حضرتك اللي بتعرضه ده الاجتماع اللي اقصده هو اللي بدا الساعه 1 بالدقيقه. كابتن محمود الخطيب بعد اداء صلاه الظهر مباشره بدا الاجتماع واستمر الى ما بعد السادسه، يعني غادرنا انا وحضرتك والزملاء مجتمعين. اتفضل يا طبعا. استكمالا برضو لمجموعه الاجتماعات دي، كان زميلنا في المجلس الاستاذ محمد الجرحي اجتمع بالاداره الماليه، دي اللي كان اللي قبلها كانت الإدارة الاشتراكات، وانت عارف ان دول اكثر ادارتين حساسين جدا ومرتبطين جدا بالاحتكاك المباشر مع الاعضاء. انا حضرت ورشه عمل مع اللجنه العليا عن المسؤوله عن اللجان وكمان مع رؤساء اللجان المتطوعين اللي في النادي، اللي هي لجنه الرواد ولجنه المسؤوليه المجتمعيه ولجنه الشباب ولجنه المراه. فده كان برضو في مدينة نصر، عادنا نطرح فيها مناقشات حوالين اللائحة، وكمان هنبتدي في مع كل لجنة على حدة استقبال مقترحاتهم اللي هي ناتجة عن الاحتكاكهم بكل لجنة في اختصاصاتها. فطبعا ده موضوع كبير جدا عشان نبقى غطينا أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية بالاتصال المباشر معهم. خليني أقول لحضرتك إن الورقة اللي كانت على الشاشة حالا واللي احنا معانا كمان أنا وحضرتك نسخة منها، الحقيقة هذه مجموعة من مقترحات السادة الأعضاء اللي تم صياغتها بين الصياغة اللي موجودة في المشروع في المسودة وبين المقترح للتعديل. يعني الحقيقة بدءا من مادة السادة الأعضاء، يعني لو الزملاء الحقيقة مشكورين، ده النموذج الحقيقة اللي بيصل من السادة الأعضاء، وبعدين الزملاء في الإدارة اللي بيساعدوا اللجنة بيحطوا النص الأساسي اللي في اللائحة، ثم اللائحة البند أو النص المقترح تعديله بيتم دراسته، وحضرتك هتحكي لنا بقى وارجعه للقانونيين لمدى مطابقته بالدستور القانون بالميثاق الأولمبي. ايه اللي حصل النهارده في اجتماع اللجنه دكتور محمد؟ طبعا هو اللي حصل ان مجموعه المقترحات اللي احنا كنا بنناقشها النهارده في اللائحه هي تعتبر مرحله ثانيه من التغيير. في مرحله اولى تمت من التغيير عباره عن 6 أو 7 مواد من مشروع اللائحه، تم واللي كان عليهم اكثر تعليقات من اعضاء الجمعيه العموميه، اكثر من 75% من التعليقات كانت على 6 أو 7 مواد دي تمت تعديلها. احنا شغالين على التوازي بان هذه المواد اللي تم تعديلها بناء على اقتراح اعضاء الجمعيه العموميه بيتم حالا صياغتها عن طريق الناس القانونيين، وعلى التوازي بيتم النظر في مجموعه مقترحات اخرى اللي هي كانت النهارده برضو لاكثر من 7 أو 8 مواد من المشروع اللائحه بيتم النظر في مقترحات الاعضاء والنظر في مدى قانونيه المقترحات ومدى امكانيه تعديلها اذا كان دستوريا او قانونيا او كذا. وبناء عليه هيتم عرضها على مجلس الاداره يوم الاثنين ان شاء الله عشان كمان يتم اعتمادها والنظر في بنود اخرى ومواد اخرى. يعني مجلس الاداره واللجنه الاساسيه في لجنه اللائحه في حاله انعقاد دائم حتى ومجلس الاداره عشان ما يبقاش في اي معوقات بان احنا يبقى في سرعه
في خلينا ندي للمشاهدين والاعضاء النادي فكره عن اللي بيدور بشكل اكبر بدون اغراق في تفاصيل يا دكتور مهند. طبعا. يعني كان في مدى تتعلق باجتماع الجمعيه العموميه العاديه واختصاصاتها، موضوع رفع عدد الاعضاء، انتخاب او تعيين مراقب الحسابات من قبل مجلس الاداره واعتماده طبعا. من قبل الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه هي اللي بتعتمد. وصلنا كمان لموضوع يتعلق مازال شاغل الناس، انتوا ليه بتحجروا على اعضاء الجمعيه العموميه بفكره تعيين اثنين بعد الانتخابات؟ صحيح. هل ده لسه مطروح؟ هيتم تعيين؟ وايه الفكره، ايه الفلسفه لطرح هذا المقترح؟ والله هو في الاول كانت الفلسفه ان احنا كلنا لينا وجهات نظر وكل وجهات النظر صائبه، ولكن في الاول في الاخر الجمعيه العموميه بمقترحاتها وبرايها وبراي الاغلبيه هو اللي بيرجع. احنا كنا بنقول ان احنا عايزين يبقى في تعيين في مجلس الاداره، نظرا لان احنا ممكن يكون مجلس الاداره محتاج ان هو يستعين ببعض الكوادر، اذا كان مجلس الاداره ينقصه كادر من هذه الكوادر، اذا كان في الناحيه الماليه او في الناحيه القانونيه او ما الى ذلك، وده كان التوجه. بالاضافه كمان الى موضوع السيده المراه، يعني ان التعيين كان في تعيين اثنين، كان بهدف يا اما استكمال بعض الخبرات الناقصه اللي ممكن الانتخاب ما ياتيش بيها، وتوفير مكان لسيده لضمان ايضا تمثيلها بشكل مشرف في المجلس. بالظبط. لكن جت لنا ردود، ودي نيه محموده يعني، حقيقه توجه محمود يعني. بالظبط. ولكن جت لنا مقترحات كثيره من اعضاء الجمعيه العموميه اللي قدموا باعداد مخيفه جدا، بيطلبوا ان احنا نرفع المدى دي، ان احنا ما بقاش في تعيين، وحتى كمان وجود سيده او الزام المجلس بوجود سيده ده في وجهات نظر بتقول ان ده انتقاص من قدر السيدات، بان احنا لا، المفروض ان هي لو سيده وفي مساواه وتمييز، فهو ان هو ده دستوريا ممكن ما يبقاش مطابق، وان بل بالعكس ان السيده هي لو صاحبه كفاءه وان هي تبقى تقدر تكون موجوده، ومش شرط انها تكون فرد واحد بس مجلس اداره، ممكن يبقى كذا سيده موجودين بناء على كفاءتهم وبناء على قرار الجمعيه العموميه بوجودهم. فطبعا البند ده مطروح للمناقشه، وهيتم باذن الله القرار، يعني القرار الصيغه النهائيه اللي هتكون في اللائحه، بناء على ان احنا منتظرين الجانب الدستوري في الموضوع ده، لان كمان في ممكن يحصل مشكله في اليه التنفيذ ده. يعني على سبيل المثال لو كان في الزام على المجلس بتعيين سيده، ازاي هنطبق ده في الانتخابات؟ هل هتعمل حاجه مقعد للسيده وبذلك انت هتبقى تظلمها بانك تحجمها في كرسي واحد، ولا هتخليها هتخلي مثلا في الجمعيه العموميه يحصل مثلا ان عضو يحصل على اصوات مثلا 10,000 او 15,000 صوت ولكن ما يتخذش لان في مقعد للسيده، وتكون السيده دي جايبه عدد اعضاء عدد اصوات اقل، فبالتالي هنا دستوريا او قانونيا ممكن هيبقى في مشكله. فده كان طبعا نيه محموده من مجلس الاداره بان هو يبقى في مقعد للسيدات، او ان يبقى في تعيين عشان التخصصات، يعني اذا جت سيده بالانتخاب او اثنين نقدر نحط كمان سيده في بالتعيين. بالظبط كده. فهذه الماده دي لسه طبقا للمقترحات تحت النظر، وبنسال فيها في الامور الكافيه، هيحسمها القانون كده، هيحسمها القانون، وهيتم اعضاءها، هنحطها على اللائحه. لكن اعضاء الجمعيه العموميه واضح ان هم على وعي كبير في الامور اللي زي دي، نتيجه ان هم حتى الشيء المحمود هم لا، لازم نبقى لا قانونيين وملتزمين بما نص عليه الدستور. طيب الماده 45 كانت بتتكلم عن فكره الغاء بند او وضع بند للثمان سنوات بالنسبه لرئيس النادي فقط. صحيح. انه لا يجوز للترشح لاكثر من فترتين بثمان سنوات، وفي اصرار انا لمسته. صحيح. وكلنا لمسناه من الكابتن محمود الخطيب على وضع على هذا الـ البند. صحيح. لكنه النهارده استجاب لرغبه اعضاء الجمعيه العموميه بدراسه هذا المقترح، وخليك تقول لنا تفاصيله ايه. صحيح. انا طبعا المقترح كان ان احنا يبقى رئيس النادي يبقى فتره الترشح تبقى على دورتين، ما يقعدش اكتر من 8 سنين، ما يقعدش اكتر من كده، وده كان اقتراح مجلس الاداره، والكابتن الخطيب كان طبعا متحمس لده، نتيجه لان هو عايز يدي الحق للجمعيه العموميه في اختيار ده. ولكن احنا يعني اتفاجئنا برد فعل الجمعيه العموميه او الناس اللي بعتوا مقترحات بان ده دستوريا، يعني ان انت كده
بتحجر على راي اعضاء الجمعيه العموميه، انت تسيب الاعضاء الجمعيه العموميه تختار من يشاء، لان انت لما تقول لبند الثمان سنوات على الرئيس اما انت كده خليت الاعضاء او حرمتهم من حق اختيار الرئيس لو هم شايفين ان الرئيس ده ناجح او صالح ان هو يكمل لفتره رئاسيه ثالثه او رابعه او فطبعا ده برضو بند مطروح للمناقشه، وده نتيجه ردود افعال الاعضاء الجمعيه العموميه لاغلبهم قال لك ان ده يعني انت جاي كده على حق من حقوقنا في الانتخاب او التصويت، انت سيب الامور عاديه جدا وان كلها فيها مساواه وان الجمعيه العموميه هي اللي من حقها انها تختار. يعني في اتجاه لالغاء بند الثمان سنوات في احنا برضو مجلس الاداره يحسمه، يعني في مجلس الاداره يوم الاثنين ان شاء الله هيحسم القرار ده بناء على برضو الامور المقترحات من بتاعه الاعضاء وكمان الجزء الدستوري والقانوني اللي في الموضوع، ولكن برضو ده جزء لما اتعمل ده كان حاجه من مجلس الاداره عشان بس نوصل رساله ان فعلا ما فيش اي اهداف ولا في اي قصه، مش قصه كرسي، انا مش متشبث خالص. يعني واحد يقدر يجي دوره او اثنين يعطي كل ما لديه ثم يمنع نفسه بقوه القانون او باللائحه من الترشح، لكن كمان هم رفض هذا الامر او مقترحات الساده الاعضاء اللي شاركوا، يعني احنا عملنا الزام على نفسنا ان رئيس النادي ما يقعدش اكتر من دورتين، ولكن اعضاء الجمعيه العموميه واضح ان هم ليهم راي ثاني، فهيبان طبعا في خلال مجلس الاداره اللي جاي من تعديلات عليها ان شاء الله. فده طبعا من الحاجات المهمه جدا لاعضاء الجمعيه العموميه لفتوا نظرنا ليها. احنا طبعا هم ليهم زوايا واللجان بيبقى ليها زوايا ثانيه او وجهات نظر ثانيه، فالحاله اللي اتخلقت دي احنا كلنا مبسوطين بيها، لان في الاول وفي الاخر بتكشف كل الامور قدام الجمعيه العموميه على المكشوف، وبالتالي هتبقى فعلا الجمعيه العموميه بتشارك في صنع القرار. يعني الاعداد ما بيتمش في غرف مغلقه، أيوة. ويتم دفع اللائحه مباشره مش مشروعها للتصويت، وده اللي احنا عملناه وتفضلوا صوتوا عليه. لا، مجلس الاداره بيطالب الجمعيه العموميه باعداد هي لائحتها، لكنه عمل يعني عشان يسهل الامر عمل منتج بشري اولي بدون ضبط لغوي وصياغه وما الى ذلك، وعلى طول دفعوا للجمعيه العموميه او لاعضائها لمناقشته وتلقي المقترحات. وده شيء يضفي كثير من المصداقيه ويؤكد انه الهدف الحقيقه لعائله الاهلي، عائله الاهلي كلها جمهور، وانا دايما اقول جمهور في الاول، وموظفين وعاملين واعضاء طبعا جمعيه العموميه ومجلس اداره، هو مصلحه النادي الاهلي والمصلحه العامه فقط. طبعا، واحنا مبدا يعني هو اللي بيحركنا مبدا عائله النادي الاهلي. يعني احنا ممكن نذكر امثله كتير جدا تبين قد ايه الناس يعني ان احنا لامسين جدا المواقف اللي بتحصل في النادي، وبناء عليها بنحاول ناخد القرارات اللي فيها الصالح. جمعنا كميه معلومات كبيره جدا من الادارات والمعاملين نتيجه واحتكاكهم المباشر بالاعضاء، والناس ممكن تتفاجئ من مواقف كتير جدا او مواقف لاعضاء في النادي بيمروا بمواقف هي اللي بتخلينا المحرك الاساسي للتغيير، مفيش اي نيه غير ده. يعني التجربه على الارض، طبعا بالذات فيما يخص الاشتراكات والماليه، وده اللي احنا جايين نقوله كاعضاء مجلس اداره. طب هوقفك هنا. اتفضل. انت قلت لي حاجه واحنا جايين في العربيه مهمه جدا تتعلق ببعض اللوائح اللي كانت الجهات الاداريه بتضعها سابقا وكان معمول بيها، كانت بتؤذي الاسره وبتؤذي الزوجه واحيانا تؤذي الزوج او العضو العامل. هل تم تلافي ده؟ اذا كان يتسق مع صحيح القانون، لانه عموما البند ده او اللائحه دي او عفوا الماده دي اتعدلت من ضمن الست مواد اللي تم تعديلهم، الامر المتعلق بالزوجه اللي اصبحت ارمله او طلقت لا قدر الله وهي عضو عامل واحد يعني مع الزوج. طبعا يعني انا مثلا ممكن الساده المشاهدين يتفاجئوا باللي انا بقوله ده، بس كان القانون والجهه الاداريه او المديريه يعني لك ان تتخيل ان السيده الارمله اذا توفى زوجها اذا لم تبلغ انها تم الوفاه في خلال ست شهور من الوفاه كانت بتسقط عضويتها، وده حاجه تسقط عضويتها اذا لم يتم التبليغ. طيب ازاي قدرنا نكتشف ده او نلاقيه من الحالات اللي بتحصل على الارض؟ وكان في حاله لعضو في النادي وسيده حصلت حادثه سير للزوج والزوجه، فتم وفاه الزوج
ودخلت السيدة الأرملة في غيبوبة وبعد ما تم بقى انها الغيبوبة تم عادت وبعد كده للتأهيل ومرت بظروف التأهيل المدني وكان عدى اكتر من سنة. فلما جت تجدد العضوية اكتشفت اصطدمنا بهذا القرار، ولما جينا بحثنا فيه لقينا ان هو من الجهة الإدارية. كمية الخطابات اللي بعتناها للجهة الإدارية ومديرية الشباب والرياضة فيما يخص الامور دي ان لا يعقل ان حاجة زي كده تحصل، شيء غير انساني، غير انساني. فدي حاجات الناس هتتفاجئ منها. تلفيته يعني ده دكتور مهني. تلفينا ده طبعا. تخيل مثلا حضرتك انه مثلا العضو لو مثلا حصلت حاله وفاه لعضو النادي، مش عضو النادي، بقرار من المحكمه نتيجه انه اخوه وزوجته مثلا توفوا في حادثه، واولادهم بقرار محكمه بقوا تحت وصايه العم، العم ده هو عضو النادي. تخيل ان اولاد الشخص ده ما ياخدوش العضويه، في حين ما ياخدوش عضويه، في حين ان لو في عضو نادي تبنى ولد مش من صلبه ومش لمجرد بس انه جاب جواب من وزاره الشؤون الاجتماعيه بان هو متبني هذا الولد ياخد العضويه. هو مش تبني في القانون، يمكن تقصد الوصايه او الكفاله او كده ياخد العضويه. فطبعا ده كانت حاجات من حالات اللي احنا بنصطدم بيها على الارض. كل ده تم تلافيه. فاللي قصدي نقوله للناس، واحنا جايين ليه نقول للناس يا طب الارمله الان والمطلقه مش هتدفع مبالغ كبيره ومش بالضروره تبلغ عن فكره ان الزوج توفى في غضون 6 شهور؟ لا لا لا. كل ده تم تلافيه، مفيش الكلام ده الا طبعا لو الزوجه الثانيه طبعا. لكن مثلا على سبيل المثال برضو كان القانون قبل كده ان السيده لو تم الطلاق والزواج كانت مدته اقل من 5 سنوات كانت بتسقط عنها العضويه. ما يحقش لها عضويه عامله هي اولادها؟ كان كده، دون النظر ان اذا كانت عندها اولاد ولا لا. ده القديم في لوائح الجهه الاداريه او الجهه الاداريه كانت مشترطاها علينا. طبعا ده كان صعب جدا، لان انت طالما حصل ان في اولاد معناها ان كانت نيه استمرار الزواج موجوده. طب ليه اصلا؟ ايه اللي طلع المواضيع دي؟ ان كان في ناس طبعا بتستغل القانون وثغرات القانون في انها تكتسب العضويه بطريقه غير شرعيه، بان يتم الزواج ثم اكتساب العضويه ثم الانفصال ثم كذا، ودي حاجه مش غايبه على الناس كلها. اللي قصدي اقوله ان اللي احنا طالعين نقوله ان تفاصيل لائحه الاشتراكات واللائحه الماليه معقده جدا، مش عشان نعقد الامور على العضو، ولكن عشان نقفل ابواب كتير من الثغرات اللي ممكن من خلالها الناس تكسب. اللائحه الماليه لائحه موحده لكل الاجهزه الرياضيه، وبالتالي ضروره اتساقها مع اللائحه والميثاق الاولمبي ده مهم، والنادي واعي لهذا الامر ومفيش مشاكل ماليه على ما اعتقد. طبعا قانون الرياضه بعد في مرونه كبيره للائحة النادي علشان تعالج كل الثغرات المتعلقه بالعضويه، عشان كده في ورش عمل مستمره الحقيقه مع السادة الأعضاء ومع الموظفين في إدارة الاشتراكات من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى. يعني طبعا صحح لي لو أنا بتكلم غلط. صحيح 100% صحيح، بس برضو الناس لازم تعرف أنه بالنسبة للأمور المالية أن في بجانب قانون الرياضة في ما يسمى اللائحة المالية لوزارة الشباب والرياضة، دي سارية على كل الأندية والهيئات الرياضية. فإحنا وإحنا بنعمل اللائحة ما ينفعش نخالفها. في ناس غايبة عنها الحتة دي، إن في حاجة اسمها اللائحة المالية لوزارة الشباب والرياضة ما نقدرش نخالفها. فبالتالي هي دي برضو اللي لازم بعد ما نطرح مواد ونسمع لمقترحات الأعضاء ننظر إذا كانت هذه المقترحات تتسق مع اللائحة المالية لوزارة الشباب والرياضة، لأن ما نقدرش نخالفها قانونا يعني. طيب بالنسبة للعضو العامل اللي ليه حق الحضور الجمعية العمومية وبالتالي حقه طبقا للقانون التصويت والترشح لأي انتخابات إذا كان مضى على اكتسابه صفة العضو العامل وعضوية الجمعية العمومية سنة طبقا لقانون الرياضة، دكتور مهند، النادي الأهلي تقريبا هو يعني أكبر نادي في مصر، عنده فروع، بيستعد لإفتاح فرع رابع في غضون أسابيع، يعني شهور إن لم يكن تكن أسابيع. إيه الفرق بين عضو الفرع وعضو العامل اللي هو مكتسب حق حضور الجمعيه العموميه كلها؟ لانه ده في وقت من الاوقات اثار لغط يعني. لا طبعا اسمح لي الموضوع بتاع انا كمان حبيت انوه الحقيقه للساده المشاهدين عارفين واعضاء الجمعيه العموميه ان الدكتور مهند كان عضو سابق في مجلس الاداره السابق برئاسه المحترم المهندس محمود طاهر، وهو الان ايضا عضو في مجلس الكابتن محمود الخطيب، وبالتالي بعتقد انه مطلع على كثير من تفاصيل هذا الموضوع، وهو اقدر حد يقدر يقول لنا ايه الجهود اللي تمت من اجل الحفاظ على ابناء الاهلي بشكل عام وعدم التفرقه بين الفروع. لا طبعا، هو الـ القضيه المطروحه فيما يخص عضو الفرع والعضو العامل هي انا شايف ان هي واخده حجم اكبر كتير من حجمها. الموضوع بسيط جدا، معروف ان عضو الفرع
وهو جاي بيعمل الاشتراك لعضوية الفرع ان هو بيجي يتميز بتقديم كل الخدمات اللي هتقدم ليه في حدود الفرع، فبالتالي هو ليه كل الحقوق الكاملة جدا الكاملة فيما يتعلق بوجوده داخل الفرع. انما العضو العامل هو العضو العامل اللي بيقدر ان يكون ليه صلاحيات اكتر بحكم امور كتير جدا غير الامور المالية كمان قانونيتها. خليني أسرد مع حضرتك تاريخ صغير جدا عن عضوية الشيخ زايد في ثلاث مجالس يعني متتالية. مجلس الكابتن حسن حمدي. حسن حمدي ربنا يديله الصحة. في 2012 تم الإعلان عن فتح باب العضوية. في 2012 و2013 تم اشتراك ما يقرب من 900 عضو لعضوية فرع الشيخ زايد، وبنوجه لهم من هنا كل الشكر والتقدير والامتنان اللي هم وثقوا في اسم النادي الأهلي وثقوا في مجلس الإدارة أيام ما كان فرع الشيخ زايد ده تراب صحراء جرداء. صحراء جرداء جم دفعوا اشتراكات وعايزين يعملوا عضويه في النادي وعايزين يعملوا عضويه للفرع الشيخ زايد. جه مجلس الباشمهندس محمود طاهر ربنا يديله الصحه 2014 وابتدى في المرحله الاولى لانشاء الفرع، وتم افتتاح الفرع في 2015. حصل موضوع كبير جدا في 2017 وانا بتكلم لان انا كنت يعني ربنا جعلني سبب في ان ادخل في القضيه دي، ان اعضاء الشيخ زايد كان عندهم مدة 3 سنوات يستكملوا فيها عضوية فرع الشيخ زايد بالاشتراك القديم اللي هو كان 120 ألف يستكمل بس 70 يستدفع بس فرق 70 من 120، ولكن نظرا لظروف معينة كانت الأمور واقفة في القصة دي. لما تكلمنا مع الباشمهندس محمود طاهر وعرضنا عليه الموضوع طلعنا طبعا قرار او قلنا ان لا ان الناس دي من حقها استكمال العضويه، وفتحنا استكمال العضويه لفرع الشيخ زايد، وبالتالي دفع الفلوس الفرق بين اشتراكه في فرع الشيخ زايد وبين عضويه النادي الاهلي بشكل عام بالزبط. ليصبح عضو عامل في النادي الاهلي وله حق دخول كل الفروع بالزبط. والتصويت وحضور الانتخابات وبالمناسبه هذا كان حق لاعضاء الشيخ زايد حقهم، ما فيش اي منه علينا كمجلس اداره، ده كان حقهم واحنا سعينا فيه وجبناه. ثم حصل ان في 2017 كان في ناس عدى عليهم مده 3 سنوات باسابيع قليله وبشهور، فكان قانونا ليس لهم الحق لان عدى عليهم 3 سنين، وفي ناس منهم ما كانتش كاتبه مذكرات بانها عايزه تستكمل ومش مثبت ده في محاضر، فبالتالي هو ما كانش عايز حاجه، بس القضيه لما اثارت فهو قال طب ما انا عايز. فلما اصطدمنا بده رحنا طالعين قرار مجلس اداره بعد الرجوع للجهه الاداريه بان احنا هنفتح لمده شهرين للباب للعنان للناس كلها بين اعضاء الشيخ زايد ان هم يستكملوا العضويه، فكان في ناس بتيجي تدفع الفرق اللي هو ال 50,000 في مقابل ان في نفس الوقت كان في ناس بتدفع العضويه الكامله اللي هي ال 250,000. خلاص؟ السنه اللي فاتت ده الكلام ده العضويه الكامله الان بقت 350,000 كانت ساعتها 350,000. طيب فده يحسب لمجلس الباشمهندس محمود طاهر ويحسب للمجلس السابق. طيب ايه بقى اللي عمله المجلس الحالي؟ المجلس الحالي بقى زاد على الموضوع ده في قضيه شائكه تانية خالص، ان اعضاء الشيخ زايد اللي اشتركوا في 2012 و2013 عدى عليهم اكتر طبعا من 5 سنين، ما عداش عليهم 3 سنين، وما كانش يعني من حقهم ما كانش من حقهم ان هم يستكملوا العضويه، وده بشكل قاطع مش من حق الاعضاء لان استكملوا عدت المده 3 سنين لان هم اشتركوا من 2012 و2013. سعى المجلس الحالي برئاسه المستشار فاكر الكابتن محمود خطيب بعت خطاب للوزير وقابله عشان كده. هذا الموضوع واتكلم معاه وبناء عليه بعد ايه يعني احنا كمجلس اداره ومجالس اداره بنسعى لارضاء عضو الشيخ زايد زي بقيه الاعضاء طبعا. لان هو ليه حق علينا، فعشان بس القصه بتاعت ان احنا لا مش مفيش اهتمام او ان احنا ما بننظرش ليهم، لا الكلام ده عاري تماما واحنا بنوضحه عشان اعضاء الجمعيه العموميه ما يبقاش يبقى عندهم الوعي كده. دوحه جميله الان فرع رائع الواحد بيرتاح نفسنا بنروح هناك. هي المشكله كلها انه بعض الاعضاء عايز يحضر الجمعيه العموميه ويكون عضو طبعا. فيها دون ان يسمح له القانون بهذا الامر. فاحنا بنتكلم كل اللي احنا بنقوله ده في اطار القانون، وفي حاجات كانت مش من حق عضو الشيخ زايد عملناها، فبالتالي لما خدنا ايه قرار بقى اللي خده الكابتن محمود الخطيب بان يتم احتساب عضو فرع الشيخ زايد من تاريخ افتتاح الفرع. ده بناء على فتوى قانونيه من وزاره الشباب والرياضه. بناء على فتوى قانونيه، ولكن لكن هو فعلا كان لو درسنا الموضوع هو كان وصح هو خدنا بيه موافقه، لكن هو لو احنا بنتكلم بينا وبين اعضاء الشيخ زايد هم عارفين ان ده ما كانش حقهم لان هم عارفين ان المده 3 سنوات، لكن ده دورنا كمجلس اداره ان احنا نحاول بقدر الامكان نسعى لارضاء اي فرد في الجمعيه العموميه. وفي عدد كبير جدا حسب معلوماتي وحضرتك صححها دكتور مهند من اعضاء الشيخ زايد الفضلاء رفعوا
عضويتهم لعضويه كامله طبعاً. يعني يكاد يقترب الى 3000 شخص او حاجه، وبالتالي اصبحوا اعضاء جامعه عموميه ولهم الحق في صنع مستقبل الاهلي شانهم شان باقي الاعضاء. طبعا واستكملوا العضويه. فاثاره الموضوع زي ده بيعمل فتنه بين الاعضاء بدون داعي، وانا متاكد ان اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء الشيخ زايد فاهمين، الناس اللي متابعه فاهمين الامور دي كويسه. بس فحته انه الحقوق ما فيهاش انتقاص ولا اي حاجه، بل بالعكس هو عضو فرع الشيخ زايد واخد حقه كامل في وجوده او في وجوده بالفرع. وعلى النقيض لا، ممكن تلاقي حد، وده برضو الناس مش واخده بالها منه، انا ممكن الاقي حد هو عضو اصلي للنادي في فرع الجزيره او في فرع مدينه نصر ولكن حقه منتقص، وساعتها ما يقدرش حد يمنع ان لا ده حقه منتقص وليس له حق في اشتراك الجمعيه العموميه او التصويت او الترشح. زي مين؟ زي الشاب اللي عنده 18 او 20 سنه، ده لم يستكمل، هو ما زال عضو تابع، ما يقدرش يبقى عضو عامل وفعال ويقول رايه في الجمعيه العموميه الا لما يعدي سن ال 21 سنه او لما يتخرج. حتى لو ما فصلش يا دكتور، يعني المهم العبره بسن الرشد ب 21 ولا لازم يفصل ويحاول؟ لازم يفصل، لازم يعني في اشتراطات. لكن يعني في ناس توصل 27 28 سنه وما بيفصلوش، في في بنات وسيدات بتخلص الكليه ما بيتمش الزواج، ما بتشتغل او ما بتشتغلش، بيبقى عندها 35 و40 و45 سنه وهي لا زالت عضو تابع. دي حقها، هي عضو اصلي لفرع الجزيره ومدينه نصر ولكن حقها منتقص، بس ده بايه؟ باختيارها، لانها لم تتم الشروط. فكل حاجه ليها اشتراطات. فبالتالي موضوع العضويه ده اتمنى يعني انه يكون لا واضح يعني محسوم، والناس كتير ابتدت تتفهم، خصوصا انه في احكام قانونيه مستقره لمركز التحكيم والتسويه في اللجنه الاولمبيه يعني حسم هذا هذا الامر. تأذن لي نطلع تقرير نشوف راي الساده الاعضاء في مشروع اللائحه، ونعود لاستكمال هذا اللقاء المهم الحقيقه مع الدكتور مهند مجوي. الدكتور مهند مجدي، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. لا وطبعا احنا جايين النهارده عشان ناخد نشوف اللائحه عامه ونشوف البنود يعني الكتاب اهو معايا هقراه، هشوف كل الافكار اللي فيه، نجمع افكارنا كلنا كاعضاء، نشوف ايه اللي ينفع النادي كاحسن لقدام، الناس ما تزهقش منه، ايه اللي يعتبر الحاجات اللي معظم الناس عايزاها تتعمل في النادي. يعني معظم الناس طالبه ان في صيدليه تتعمل في النادي، وده انا شايف ده يعني حاجه كويسه جدا، في ناس بتتعب هنا كتير في النادي. انا كنت اطلعت على بعض بنود في اللائحة وكان ليا تعليق عليها وطبعا ما عجبنيش، لكن الحمد لله تم استدراك الموضوع واعتقد ان هي اتعدلت البنود دي، وده شيء عظيم طبعا، شيء يليق طبعا بالنادي الاهلي، ودي خطوة عظيمة جدا انه بيطرح لائحة على الاعضاء قبل ما تنزل، ده شيء بيتهيألي ما حصلش. لسه واخده الكتاب دلوقتي حالا، بس طبعا انا كنت منتظراه، لذلك انا توجهت من الباب على الكتيب عشان نلغي اللائحه الاسترشاديه اللي اتفرضت علينا وكلها عيوب. احنا عايزين نادينا متعود ان احنا نعمل قراراتنا بايدينا، مصيرنا بايدينا. فطبعا الجمعيه العموميه للاهلي دايما بتشوف الاصلح. طبعا دي خطوه فيها حريه كامله لكل الاعضاء طبعا، بان مجلس الاداره يطرح علينا افكارنا واحنا نقول فعلا اذا كان ده صح او لا، ونقول ده ينفعنا او ما ينفعناش، لان اساسا النادي الاهلي ليه قوانينه وليه لائحته اللي احنا بنمشي عليها من زمان يعني مش من الوقت. فطبعا مجلس الاداره كونه ان هو يفكر في حاجه زي دي فدي طبعا حاجه كويسه جدا لينا يعني. فنفس تفكيرنا يعني. وعي السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي جدير بكل احترام يعني الحقيقة هي. كلام مهم جدا ويؤكد يعني الحقيقة السيدة الفضلة بتتكلم عن أنه فكرة النادي الأهلي من حقه أنه يعمل لائحته، لازم يكون لنا الريادة، فكرة اللائحة الاسترشادية مع كل تقدير لمحاولة اللجنة الأولمبية مساعدة الأندية، لكن في النهاية القانون أعتقد في وضع دستورك. وكان حتى قبل هذا الأمر زي ما حضرتك تفضلت دكتور مهند كابتن حسن حمدي حاول
ولم يتم الاعتماد المهندس محمود طاهر. حاول المجلس، انا اقصد هنا المجلس الكابتن حسن حمدي او المهندس محمود طاهر، ولم يتم الاعتماد من الجهه الاداريه. فان الاوان الان انه اعضاء الجمعيه العموميه يصنعوا دستورهم يعني. لا، ودايما يعني المختلف ان دايما النادي الاهلي خارج عن المألوف، دايما النادي الاهلي مش زي بقيه الانديه، دايما النادي الاهلي عامل حاله مختلفه. دي الحاله اللي احنا بنصنعها، بالرغم ان الحاجه دي ممكن ما تبقاش مصدر تشويق لكتير من قطاعات جماهير النادي الاهلي مثلا، لكن بالنسبه بالعكس. انا عايز اقول لك بقى المفاجاه ان الجمهور مهتم جدا بفكره اللائحه دي. وانا شخصيا بيصلني على باشكال مختلفه يعني مشاركات ومداخلات كتير من الجمهور بيقترحوا علينا امور مهمه جدا اللي هتمسهم وتعرضت يمكن على اللجنه صحيح. وفيما وان شاء الله هنثير مع المهندس خالد مرتجي لما يجي لنا يوم الاربعاء، لان هو المسؤول عن ملف الجماهير، موضوع روابط المشجعين وازاي نحافظ وازاي يكون عندنا روابط محترمه. ده موضوع لا جمهور الاهلي مش منفصل ابدا عن لا النادي. انا قصدي اقول ايه، ان استساغه اللائحه وقوانينها وموادها ممكن تبقى ثقيله شويه على الناس، فبالتالي مش زي الكوره ودوري ابطال افريقيا والمباريات والدوري والحاجات دي والاخبار اللي بتنزل دايما على النادي الاهلي. لكن بالرغم من ده كان ممكن الامور تمشي اهدى من كده كلائحه زينا زي اي حد، ولكن احنا فضلنا ان احنا نبقى نخرج عن المألوف وان احنا نشارك اعضاء الجمعيه العموميه يشاركوا فيها. النادي الاهلي طول الوقت بيحب يخش في تحديات، دايما بيحب يخش في قضايا ويتبناها للصالح العام ولمصلحه النادي طبعا. فدي ده اللي احنا تعودنا عليه وتربينا عليه، فان شاء الله اللي جاي باذن الله احنا متفائلين فيه. طب ايه رايك نشوف كمان حاجه عن يعني طرق وصول الاقتراحات للجنه المختصه وللنادي من خلال هذا التقرير وصندوق الاقتراحات، سواء اللي موجود في النادي او الايميلات او مواقع التواصل او السكرتاريه. الحقيقه طرق مختلفه ومتنوعه من اجل مشاركه الاعضاء حتى اللحظه في صياغه وفي صناعه هذا المنتج. نشوف التقرير ده ونرجع للدكتور مهند. بارتيشن تحرك النهارده عشان نتاكد من ان الاعضاء كل عضو بيستلم نوصل له اللائحه وان العضو يقراها، وبنحسه على اليات ان العضو لو عنده اي مقترح بنفهمه انك انت لو عايز تعمل مقترح تقدمه فين وعن طريق ايه. عندنا طبعا عندنا ان احنا بنقدمه عن طريق الميل او في اخر كل كتيب من اللائحه بيبقى موجود 4 صفحات، هو ممكن يقطعها حضرتك وبيحطها في صندوق الاقتراحات هنا وبتتناقش كل الاقتراحات اللي بيقدمها العضو. مقترحات موجوده حضرتك والمقترحات مستمره لحد يوم 9/9 ان شاء الله، ان العضو بيقطع اخر 4 ورقات لحد يوم 9/9 لو عنده اي مقترح او حاجه، بيكتب رقم الماده ورقم الصفحه وايه المقترح اللي هو عايزه وبيحطه في الصندوق على طول. حضرتك بيبقى في ورق فوري ممكن بتكتب منه المقترح، بس دي يعني في اقوى الظروف، يعني اهم حاجه ان هي بتبقى في اخر الكتيب، ولكن دي في الاخر بتاخد الورقه دي حضرتك مكتوب فيها الاسم ورقم العضويه والمقترحات وبتقدمها بتحطها فوري فيها، بس دي في حاله انك انت نسيت الكتاب او كده بدل ما اقطع كتاب جديد وكده. الصندوق بيتعرض بيرجع تقريبا للسكرتاريه، ومن السكرتاريه بيطلع للجنه المنظمه لمشروع اللائحه، المنظمه لمشروع اللائحه، وبتتناقش. ومن بعد يوم 9/9 ان شاء الله في ندوات وكتب متوفره في السكرتاريه، عندنا متوفره الكتب وموجود الورق والكشوفات وكل حاجه. بارتيشن تاني في مدينه نصر وفي بارتيشن تاني في الشيخ زايد الساعه 11 الصبح. اقبال كويس من الاعضاء عايزه تشارك، الاعضاء بتيجي تسال، في اعضاء عندها مقترحات سلمتها النهارده الصبح، وفي اعضاء عايزه تشارك ومهتمه تيجي حاسه بدورها ان هي تكتب قانون النادي اللي هتمشي عليه طول العمر. انا ما بقراش مقترح الناس، العضو بيقفل المقترح وبيحط الورقه على طول، انا زي المقترحات حاجه ديمقراطيه ولا انا ابص فيه ولا عاد ولا اي حاجه، هو بيحطه بايده وبتتسلم زي ما هي. انا جبت واحده قبل كده الاسبوع اللي فات وقريتها وحاجه محترمه يعني، وان شاء الله قدمنا اقتراحات مجلس يقراها وان شاء الله خير، اللي فيه خير للنادي ان شاء الله خير. ابرز حاجه عجباني ان احنا اول نادي في مصر يبقى هو اللي حط اللائحه بتاعته وعرضها على الاعضاء الجمعيه العموميه، كل واحد يقرا ويشوف ايه البند اللي هو مختلف عليه، البند اللي هو معاه يدعمه، البند اللي مش عاجبه يحط مقترحاته. كل الانديه قبل كده في السنه اللي فاتت كلها الجمعيات العموميه مجالس الاداره هي اللي اختارت اللائحه بتاعتها، لكن اول نادي في مصر هو بيطرح الجمعيه اللي بيطرح اللائحه بتاعته لاعضاء الجمعيه العموميه وهم اللي يناقشوها، عدلوا فيها، يبعت بالميل، يبعت باي حاجه، يقول مقترحاته، هيبقى في مناقشات لحد ما ان شاء الله اللائحه تكمل، وان شاء الله يوم 28/9 يبقى خير باذن الله. في بند بس بتاع ان الزوجه لما زوجها يتوفى انها تدفع 50% من قيمه العضويه، طبعا ده يعني الامر بيد الله، فما ينفعش ان واحد يكون زوجته وهو توفى هتجيب منين، بس فمفروض ان ده بس هو اللي احنا كاتبينه ان هو ممكن يتعدل البند ده، لكن باقي البنود اغلبيتها 95% منها كويسه ان شاء الله تخدم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. جبت اللائحه وقريتها تمام،
وفي تعديل مقترح هكتبه هنا، لان المفروض الاعضاء هي اللي تختار الرئيس لمده، يعني مش مده معينه او مدتين. اللي عجبني في اللائحه ان النوادي كلها الجامعات العموميه هي يعني زي ما تقول ما بتشركش الاعضاء معاهم، زي ما بتشركش، هي بتعمل لائحه والعضو اوكي او لا، لكن النادي الاهلي الجامعه العموميه هي اللي بتحط اللائحه نفسها او بتعدل اللائحه نفسها، وهي اللي بتختار النادي يمشي ازاي او الجامعه العموميه. ايوه، عشان نشوف برضه القرارات النادي الاهلي عامله ازاي وكده، وراها ان شاء الله، وبعد كده ابعتها ان شاء الله. لو في تعديل ولا حاجه هبعتها ان شاء الله. رايح في خلال قد ايه؟ لا، ممكن بكره، النهارده بالليل، بكره الصبحيه. هتقول فيها قرار بسرعه، تعديلات بسرعه. صح، لو عجبتك خلاص مش هتيجي. لا مش هاجي. هتيجي بقى يوم 28. يوم 28 ان شاء الله هتشارك ان شاء الله باذن الله، واحنا ورا النادي الاهلي باي حاجه. والمجلس احنا واقفين مع مجلس اداره النادي الاهلي، واقفين مع كابتن محمود الخطيب، ومع المجلس كله، والنائب لسه هنا عامر فاروق، وكلهم ان شاء الله باذن الله، واحنا ورا النادي الاهلي باي حاجه. طبعا النادي الاهلي مختلف، يعني هذا قدره وهذا قدره ايضا. الحقيقه انه شوف وعي اعضاء الجمعيه العموميه، يعني اثنين من الساده الاعضاء الافاضل بيتكلموا عن فكره بند 8 سنين، لا الغوه ده حقنا، والزميل العضو المحترم الاخر بيتكلم عن فكره الزوجه اللي توفى عنها زوجها واصبحت ارمله وتم تعديل البند. يعني الحقيقه طبعا لسه ما يعرفش ان البند اتعدل، فالبند اتعدل. خليني يا دكتور مهند، ايه رايك؟ مش عارف نقول حصري لقناة النادي الأهلي العظيمة كده شوية أخبار ما يقعوناش بس تحت طائلة المساءلة علشان النادي الأهلي مختلف، وعشان ده قدره وده قدره. مجلس إدارة عمل إيه؟ الكابتن محمود الخطيب كتب جواب بنفسه لكل السادة أعضاء مجلس الإدارات السابقين والرؤساء السابقين، ربنا يديهم الصحة، الكابتن حسن حمدي والمهندس محمود طاهر، وبعت لهم جواب مع نسخه من اللائحه. دكتور مهند تعرف طبعا الكلام ده، علشان يطلعوا عليها بحكم خبراتهم العريضه جدا اللي تكونت خلال مشاركتهم لخدمه النادي الاهلي خلال العقود الماضيه، ويدلوا بدلوهم ايضا في هذا الامر، بالاضافه للساده اعضاء مجلس الاداره اكثر من 50 شخص. فكره الحرص على الاستفاده من كل الخبرات ومن تجارب السابقين هو ده اللي بيميز النادي الاهلي الحقيقه عن غيره، وبيؤكد مصطلح وفكره عيله النادي الاهلي، لانه الهدف زي ما قلنا الاساسي هو المصلحه العامه، الهدف هو مصلحه النادي الاهلي، ما حدش بيشتغل لمصلحته الخاصه. رقم اثنين، ان عندنا مجموعه من الورش يا دكتور مهند، انت هتشارك في ورشه مهمه جدا يوم الثلاث، في ورشتين يوم الثلاث، خلوني يعني اقول برضو للساده المشاهدين، في ورشه مهمه مع رموز الفكر والادب والثقافه والفن هتتم يوم الثلاث، بيديرها او مسؤول عنها القبطان الاهلاوي الكبير النجم المحترم نبيل الحلفاوي، مع الدكتور محمد العدل عضو النادي الاهلي، بمشاركه اعضاء اللجنه، هتكون في الجزيره. بالتوازي دكتور مهند ومجموعه اخرى من المجلس معاهم نخبه من كبار القانونيين، هتكون ورشه عليها دكتور مهند في مدينه نصر. في مدينه نصر، وكمان هتشارك فيها كمان اللجان المعاونه، ومع لجنه الرواد ولجنه المراه ولجنه الشباب هنتناقش فيها، وفي كمان ورشه عمل ثانيه مع الاقتصاديين والماليين برئاسه ده بكره. بكره في الحقيقه اجتماعين مهمين، الاول هو للجنه الاقتصاديه. أيوه. بقياده الاهلاوي الكبير القمه الاقتصاديه الكبيره دكتور فاروق العوده، ومعاه كمان عضو لجنه تنميه الموارد ولجنه الاستثمار الدكتور محمد نجيب. صحيح. ابو زيد. استاذ ياسين منصور مسافر للاسف الشديد، لكن الراجل قال بداله، والدكتور فاروق عازم مجموعه كبيره علشان يقدم للمجلس وللجنه الصياغه النهائيه لفكره الاستثمار وانشاء الشركات. دي طبعا شغل يعني شغل الشغل لناس كتير، ومستنيه تعرف قرار هيبقى عامل ازاي. فطبعا ده بند مهم جدا، وبالتالي بنديه لاهله برضه، للناس اللي اهل القائمين عليه، هم هيبقوا اكتر ناس اللي قادرين ان هم يصيغوا الموضوع ده استثماريا هيبقى عامل ازاي. طبعا بالنسبه لاعضاء مجلس الاداره السابقين، ده كنز كبير. طبعا يعتبروا دي اصول من اصول النادي، يعني اي كيان كبير جدا زي ما عنده اصول عنده طبعا اصول وقدموا كتير للنادي. بالظبط، ما نقدرش نغفلهم طبعا، بل بالعكس هي كمان لهم دور قوي جدا ومؤثر ومفيد، بحيث ان احنا نطلع في النهايه بشكل هيخلينا كلنا في الظروف اللي احنا فيها، في التحديات اللي احنا بنعدي بيها، وان يونت ان شاء الله، او واحده واحده باذن الله. طبعا. طيب الامر هيقتصر على كده؟ لا، مش هيقتصر على كده، في ثلاث ندوات مهمين جدا في الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. صحيح. هيحضرهم مجلس الاداره واللجنه المركزيه ولجنه الاعداد،
علشان يكون في مناقشه قبل 9/9 مع الساده الاعضاء، يكون في كل الوسائل الممكنه للاستمرار في حاله الاشتباك والحوار. صحيح. للاستفاده من اراء ومقترحات الساده الاعضاء. يوم 6 و7 و8 من الشهر ده، وبعد كده هنستمع على ثلاث فروع، وهيتم الاعلان يوم 6 في انهي فرع ويوم 7 في انهي فرع، وبعدها باذن الله يوم 9/9 هيتم الانتهاء. نبتدي بقى اخر سؤال للدكتور مهند مجدي. تفتكر الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي المحترمين هيقبلوا التحدي؟ هم قد التحدي ان شاء الله، واحنا عندنا ثقه فيها كبيره، وهم عمرهم ما خذلوا النادي الاهلي والمتمثل في مجلس الاداره بتاعه، عمرهم ما خذلوا النادي الاهلي ولا مجلس ادارته، وبالتالي انا كل ثقه. ده كان من قبل ما نبتدي التحدي، خصوصا بقى بعد ما بدانا التحدي وشفنا ردود الافعال. لا، احنا كلنا ثقه ان شاء الله باذن الله ان الجمعيه العموميه في النادي الاهلي هتبقى مختلفه وعن اي جمعيه عموميه ثانيه، وان شاء الله ده هيبان باذن الله يوم 28/9 باذن الله. شكرا جزيلا وموصول للدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. بكره في ماتش الاهلي والانتاج الحربي، كل الامنيات الطيبه لفريقنا الاول بالفوز ان شاء الله والاستمرار في مقدمه الدوري العام، فبالتالي مش هنلتقي حضراتكم، هيكون في ملعب الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ هيكون مع حضراتكم وضيوفه الكرام ان شاء الله. يوم الاثنين هيكون معانا السيد الاستاذ خالد البرندلي امين الصندوق، وحديث مختلف من زاويه مختلفه. شكرا جزيلا للدكتور مهند. شكرا هسيب حضراتكم مع هذا التقرير واستكمال فقرات برنامج الاهلي الليله. بشكر حضراتكم.